أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديث اليوم عن موضوع كتير مهم، كن سامريا صالحا. طبعا الثيم أخذته من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس الإصحاح العاشر، ولكن الرسالة اليوم مش التركيز فقط على القصة، ولكن بشكل عام هي دعوة لكل واحد أن يكون سامري صالح. قال يسوع هذا المثل لا ليكرم السامريين أو يهين المتدينين اليهود، ولكن بكل بساطة الذي يصنع الرحمة اللي قلبه مليان محبة، شخص مقبول عند الرب. أحبائي، العالم بيحتفل في عيد المحبة. بغض النظر شو هي المحبة، فالمحبة هي أسمى العلاقات الإنسانية، سواء مع أخوك أو عيلتك أو زوجتك أو زوجك إلى آخره. وعادة في هذا العيد بعبروا عن المحبة، ولكن المحبة هي لغة، المحبة هي أكثر من يعني من مجرد تعبير. المحبة الحقيقية هي تعبير عن محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. عندها نستطيع أن نعبر للآخرين عن هذه المحبة. وبالمناسبة أو بهذه المناسبة لكل أحبائنا مشاهدينا نقول كل عيد حب وانتم سالمين. واصلي الى الله انه تختبر محبه المسيح المغيره المضحيه الغافره والساتره في حياتك، لكي تعكس هذه المحبه على الاخرين. ابقوا معي، ساعود بعد هذا الفاصل.